على حضرتك الاول. والله انا بخير، وكنت لاخر لحظه بخير، وحتى انا رفضت انزل لما لقيت العماره استقرت، وقلت برضو اجمع اشياء المهمه وانزل. ما امكنش دعوت لان الناس اللي هم خايفين علينا اصروا ان انا انزل دلوقتي، وقالوا لي العماره فاضيه خالص. نعم، الساعه كام الكلام ده؟ بنتكلم على التوقيت كان كام؟ 8 9 الصبح؟ 9 ونص كده، 9 ونص. في التوقيت ده. باذن الله. ايه العماره دي؟ هل فعلا كان فيها مشكله؟ في حصل يعني فيها مساله الاعمده فيها مشكله؟ حصل هبوط قبل؟ سعادتك المشكله ان في ناس طمعوا في مكسب من وراها، قام ابتدوا يبنوا الدور ال 14 وفيلا فوق الفيلا، اتدمرت بفعل العمل الجوية صاحبها اهملها، فقام خلاص فلاشت، والحي قال ممنوع مزاولة اي اعمال بنا في الدور ده عشان ما يأثرش على العمارة. وقد كان لحد ما طلعوا الشياطين الانس دول وابتدوا يبنوا لنا. طب يا جماعة انتوا مين؟ طب انتوا جبتوا ده صاحب الشقة، صاحب الفيلا، قريبه ومش قريبه، وعندنا بقى يعني ناس، يعني اجرك الله سعادتك، المفروض الناس دي تتحاسب حساب عسير لانها شردت الاسر وشردت الناس الملاك اللي هم بره واللي جوه. صح يا استاذ محمد، حضرتك كنت داخل بيتك مش كده؟ نعم. كنت داخل البيت؟ انا دلوقتي داخل البيت؟ لا، وقتها وقت ما هم. سعادتك انا مقيم، انا مقيم، لكن معظمهم مش مقيمين. المقيمين حوالي 8 9 اسر او 10 او 12 بالكثير. نعم. الشقه 6 او 78 شقه. 78 شقه، دور 6 وهم 13 دور. نعم. فعدد كبير من الشقق، مش كلهم ساكنين. بيتاجروا، والناس بتستثمرهم عشان موقعها المميز على البحر. بيستثمروها حضرتك، فمش فارقه معاهم ان الناس يسيئوا للعقار بطريقه او باخرى. حسيت بهزه الاول قبل ما ينهار؟ حصل هزه حسيتوا بيها؟ بداتوا تجروا؟ لا والله، هي هزه ما جاتش الا مؤخرا بعد ما الطوب نزل والجدران التقيله شويه ابتدت تتهاوى، ودي الحتت الضعيفه اللي هي اتاثرت بالمبنى، بالست شقق اللي فوق او بالدور ال 14 لما بنوه كاملا. والعمودين اللي اتشالوا من تحت اللي شايلين النموذج 4، نموذج 4 اللي هم العمودين اللي شايلينه، هم لعبوا فيهم على اساس هيصبوهم تاني، وده طب شيء غبي جدا انه ناس غير مؤهله للانتهاءات والكلام ده، ولا ما فيش خالص ناس كده جايه كده، ما اعرفش جايه منين. بتقول لي حضرتك، بتقول لي اتشال عمودين من اللي كانوا شايلين العماره؟ ايوه، العمودين دول اللي هم حاملين اساسا حمل النموذج 4. اللي هم الواجهه، الجزء اللي هو انهار ده، الواجهه انهار. اللي قدام، الواجهه اللي انهارت دي، مين اللي شال العمودين؟ اللي هو الكازن، اصحاب الكازينو، بالتواطؤ مع اللي هم شغالين قصر وهبد ورزع وكده، وعايزين يكسبوا خلاص. يعني شالوا من دماغهم لا معاهم مهندس ولا استشاري ولا مقاول، وخدوا اجراءات؟ طب فين الحي وفين المسؤولين؟ الحي سعادتك بلغناه، وطلع لجنه استشاريه. ايوه، واللجنه زي ما جت زي ما مشيت، والدنيا حلوه كله زي العال. لا، اللجنه زي ما جت زي ما مشيت. مبسوطه. مبسوطه، وحضرتك فاهم كل حاجه اكتر مني. طيب لا، هي مبسوطه، ما وقفوش ليه؟ يعني سابوا الناس تشتغل بقرار، باجراء، برخصه، من غير رخصه، عشان الناس تموت يعني؟ هم ما لهمش قرار الترميم، هم غضوا البصر عما يحدث، عن الجريمه. ايوه سعادتك، يعني ده تواطؤ تواطؤ تواطؤ، لان سعادتك هم خافوا يسيب مستند يدينهم. ما هو لو طلع قرار كده يبقى ده نفسه سعادتك، وانت طبعا فاهم. ايوه فاهم. اخر مره كان امتى جم؟ اخر مره، اخر مرة ده، اخر مرة ده هم وقعوا بيها وهم شغالين لسه. هم مش خلصانين، هم سعادتك كل يوم على الله. الونش سعادتك نازل وبيعمل هزة عنيفة في الحيطان وفي العمارة. انا بعد باخد مساج سعادتك كل يوم منهم، يعني حذرتهم. حذرتهم. حذرتهم وفهمتهم، ورحنا الحي في ناس ما سكتتش، راحت وبلغت وكده. طلعت كذا مره لجنه استشاريه، وزي ما بتيجي زي ما بتروح. العماره دي بقى لها قد ايه يا استاذ محمد؟
دي في 75 كده. 75. كانت فعلا صادر قرارات ازاله ليها ولا ملهاش الدور الاخير بس؟ لا انا ساعدتك العماره واقفه كويس. كويس. وهو الازاله للفيلا كان. للفيلا اللي فوق. واتزالت عشان هي عبء على الشقه. على العماره صحيح. على العماره. فاما هي اتزالت وخلاص جم بنوها. الجشع سعادتك والطمع والناس اللي ما عندهاش ضمير للاسف طبعا ما بيتوانوش عن عمل اي شيء في سبيل الملايين اللي هتدخل لهم. لكن النهارده بنتكلم على ارواح ناس. لا ده مش فارقه معاهم ارواح ناس، ده هم راحوا في الوباء. هم اساسا فيهم اتخطفوا، يعني فيهم واحده اتخطفت اللي هي عامله ما اعرفش بقى يعني هي راحت فين. المهم هي شافوها وهي بتقع مع الجزء اللي هو نهار ده. وكذا حد برضه وقع مع فوق في الدور ال 13 بتعمل واخده شقه وشغاله فيها والدنيا باظت معاه. هو اساسا ما فيش احمال كده بتتحمل على مبنى مش مستدعي ده. طيب هل تعرف اعداد اللي كانوا موجودين في الوقت ده وقت انهيار البيت؟ الاعداد المتواجده بالاقر والله هو بتتفاوت ما بين 8 10 12 اسره، يعني زائد المستاجرين. هم جابوا ناس مستاجرين فيهم 2 3 من السودان وما عرفتش كده يعني حاجات كده. ما الواحد زائد العمال بقى بتوعهم اللي هم مبهدلين الدنيا دول. والعمال ده كانوا موجودين بيشتغلوا؟ شغالين. الله ينور الله ينور. شغالين سعادتك. احنا بنتكلم على 12 اسره ولا 12 شخص؟ لا 12 اسره اعتبارا المنزل اسره. اسر شقه اسره يعني مش تطلع 3 4 5 كل اسره. من عشان كده بتكلم حاجه بتقول اسره، فانا عايز اتاكد معلومه مش اشخاص. لا يعني مش كدا. فرد مش 12 شخص يعني. لا فرد ما فيش فرد. هو أسر. حتى اللي هم عائلات. بيأجروا حتى اللي بيأجروا سعادتك برضه ما بيبقاش فرد. وجايين يصيفوا عشان البحر بينزلوا يطلعوا كده. اولا الحمد لله. طيب اسرة حضرتك بخير الحمد لله؟ الحمد لله. والله احنا الشقة رقم نموذج 1 ده بعيد عن الحدث. بعيد عن الحدث في الضغط. ومن المفارقات سعادتك وغرائب الطبيعة الانشائية ان يقع جزء وبقية الاجزاء حلوة وسليمة والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ايوه بس ما هو كده دلوقتي لما بيطلعوا الانقاض والحاجات دي وبيشوفوا في ناس وكده بتتضرر خلاص العماره. انت دلوقتي العماره عندك خلاص ضعفت كده والعمودين ما تحملش بيهم حاجه واخد بالك، وواحد تاني مقشر بتاع 6 بتوع المدخل فاهم يعني خراب. ايه اللي فيه ده خراب؟ طيب البدائل اللي عندكم دلوقتي المحافظه قدمت لكم ايه النهارده؟ هتباتوا فين؟ الاسر اللي كانت هنا ما بقاش عندها مكان. والله سعادتك انا مش شايف حد بيقول لنا هتباتوا فين. فاهم يعني البيات ده احنا طبعا اسر وبين عائلاتنا فاهم. البيات هيكون اضطراري على احدهم يعني ايهما يبدي. بس لا هنا في واجب، في واجب على الدوله على الحكومه على المحافظه انه لازم يكون عندهم سكن بديل دلوقتي ليكوا، يعني ده مكان طبيعي. لازم طبيعي. ده شيء طبيعي بيشوفوا الكوارث زي كده يبقى عندي مكان ما تباتش في الشارع يعني. انا ناشد سعادتك واضم رايي لرايك وصوتي لصوتك ان الناس المحترمه اللي في المحافظه بتاعتنا، المحافظ كان موجود ونائب المحافظ موجود والدنيا كلها موجوده، صدى الوجود ده ايه بالظبط على الناس اللي اتضررت دي؟ المفروض يبقى في صدى البلد وصدى موجوده. صدى البلد موجوده. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مرجان احد